السلام الله عليكم متتبعي شهوة أم العربي. اليوم غادي نوجد معكم واحد العصير سهل وبسيط بزاف، وبما أننا في شهر رمضان كنحتاجو العصيرات بزاف وتنبغيوهم. هذا العصير هو سهل بزاف وما فيش، ويوجد حتى لآخر لحظة. عصير ديال الخيار والحليب بودرة. هذا العصير غادي نحتاجو ليه 3 الحبات ديال الخيار اللي يكونوا مغسولين ومقطعين ومزولين ليه الزريعة ديالو. غنحتاجو مع هاد المكونات 1 لتر ديال الماء بارد. غادي نحتاجو 12 معلقة من حليب بودرة والغبرة ولا حليب نيدو، 12 معلقة كبيرة. غنحتاجو 1 العصير حامضة، ولا ما متوفراش انا هذا عندي مجمد عقدة الحامض، وغادي ننزل لكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو. للاسف انا ما مصوراهاش فيديو، لكن انا منزله الصور ديالها وطريقه التحضير في الموقع ديال سهام ام العربي .com. انا غادي ننزل لكم الرابط ديالو. غنحتاجو 1 3 الوريقات ديال النعناع، وانا ما درتش الحامض. ممكن تستعملوا الحامض، لا كنتو غتستعملوا عصير ديال الحامضه طريه. انا هاد العقده ديال الحامض راها ديال الليمون الحامض فيها السكر، يعني ما غاديش ندير السكر. الطريقه سهله، غادي ناخذ الخلاط الكهرباء ديالي وغادي ندير فيه الخيار كيف كتشوفوا. ناخذ الخلاط وندير فيه الخيار ديالي، وغادي ندير الماء 1 لتر ديال الماء يكون بارد يعني بيان غلاسي. غادي ندير هذوك الوريقات ديال النعناع، العقده ديال الحامض ولا ما متوفرش عصير حامضه، والحليب بودره، حليب غبره ديالي. صدقوني هذا العصير بهذا الحليب غبره كيجي زوين، احسن من الحليب السائل. ولا ما كانش الحليب غبره استعملوا الحليب السائل اللي يطرو ديال الحليب السائل. دابا غادي ندير هذه المكونات ديالي وغادي نشغل الخلاط وغادي نطحنهم مزيان وغادي نقدموه بالصحه والراحه. العصير ديالنا من يتخلط كيجي على هذا الشكل. غادي نخويوه في كاس ديال العصير ديالنا. شكل نغطيو، والعصير ديالنا ها هو واجد. هذا العصير كيجي منعش بزاف، وحنا كنعرفوا الفوائد ديال الخيار انه كيبرد علينا فهاد الصيد. ما بقى لي غير نقدمو في الكويسات ديال التقديم ونقدمو ونتناولوه بالصحه والراحه. العصير ديالنا ديال الخيار والحليب كيجي بحال هكا، كيجي على هذا الشكل، ومن الاحسن نقدموه بارد مزيان كيف كتشوفوا انا راه بارد، وما نحطوه حتى الوقيته ديال الفطور، وراه ما تيكحلش لان فيه هذاك العصير ديال الحامض ولا العقده ديال الحامض منعش بزاف مع فيه الحامض والوريقات ديال النعناع. اكيد صدقوني كيجي منعش بزاف. نتمنى تجربوه ويعجبكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم عملوا اشتراك بالقناه ديالي وشاركوا بها وديروا بارتاج الوصفات باش توصلوا بجميع شهوات ام العربي والجديد ديالها. وإلى وصفة قادمة بحول الله.